حياك حياك يا راعي أقصد يا راعي الهمة العالية. أهلا بالأخ مطر، زارتنا المصيبة، قصدي زارتنا العافية. ها خالي، شرب شاي ولا بعدك؟ شرب شاي بس الحين عاد أباكل. ولا يهمك، مال بلاش. ها إن شاء الله تقص الكبد لك. أيوة، لو سمحت جيب لنا سندويشات وعصير برتقال طازج بسرعة. شكرا. اللي شوفت قبل كمين سنة وانت تمشي وشال ربطة الجت على راسك ما بيصدق انك انت الحين جالس على هذا الكرسي. وبعدين معك يا خالي. ما عليه دردشه، ترى سلام ما غريب. على العموم انا استاذن، بجيجي في وقت اخر. سلام. طاعون يضربك. نعم. بمر عليك المكتب، اباك كلمه مال بلاش. حياك حياك ثم إياك وإياك. أسميك سلام، يا سلام. الحين كيف أتصرف؟ هذا مطر لسانه بتبر منه، إذا جلس مع حارب بيخبره بالأول وبالتالي. كيف أتصرف؟ إيش اللي ظهر هذا الوقت؟ إيش اللي جابه؟
سلامات سلام. أشوفك جالس كلم نفسك خير، في شيء؟ لا لا أبدا، بس في موضوع شاغلني شوية. ها أنت إيش أخبارك؟ أنا أحسن منك، قصدي أقول يعني أنا الحمد لله يعني ما في شيء شاغلني لحد الآن. خير مالك أنت إيش فيك؟ مالك ما شيء، أنت ما تسمع. ها وتعصب بعد، أنت طول عمرك هادي يعني إيش اللي قلب أحوالك؟ قول قول يمكن أقدر أساعدك. لا تريد تساعدني اتركني وخلينا نروح. لا ما يصير أتركك، بعدين إحنا أولاد عمومة يعني إيش بيقولوا الناس؟ بعدين إحنا شركاء في نفس الوقت. قول 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 هذا اللي عندك. حارة هذه النعومية هذه أنا مالي بارض فيها، خلينا نروح سنة. لحظة لحظة، مطر حضر ما شفته عند عقيلة؟ وأنا إيش علي منه؟ خالها وجاي يزورها. يا أخي صدق سلام، أنا هذا الإنسان ما عاجبني أبداً، كأنه عظم طابق في الحلق، ما كذاك؟ لا لا، الرجال مخابر ما مناظر. لا تظلم الرجل. وبعدين ليش شفت منه شيء؟ لا 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 لا، بس أشوفه يا أخي كله مال بلاش ومال بلاش، وكأنه ما شايف خير. سلام، يفضح ذا يفضح. صدف بتخلي مطر خال عقيلة؟ معقولة؟ مطر الماضي الردي لك يا سلام. هلا 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 هات 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 ركب. ايوه خلاص هلا يلا. اسمي هنا افكارك ماشي احسن من لحم بلاش ولا فلوس مضمونة. يلا تحرك تحرك عشان تودينا السوق قبل الغبشة يكون هناك. انت ليش مستعجل بعد قدامنا الليل بطوله يا غبي؟ تفكر نحن نبيع في سوق هاي الولايه؟ وليش لا، متى منها اقرب؟ اقرب تنضبك وتخلصني منك ان شاء الله. انت نسيت يمكن اي حد يشوف هوشه بسهوله في المكان هذا اذا شافونا في السوق؟ يعني ايش نسوي انت؟ ايش الحل؟ تتحرك الحين وتكون من الفجر انت هناك في ولايه ثانيه بعيده ان شاء الله. هلا يلا يلا بسم الله. روح عمي. سلام، الحمد لله على السلامة. ما عندي غير هذه الطريقة. ايه عمي سلام، عمي سلام مالك تكلم نفسك؟ لا انا كنت ابدا كنت مريت شوية سوق مطرح. كيف كأنك خارج؟ عندي السيارة وبرجع، محضر لك مفاجأة جميلة. عيب جيبها، قصدي روح جيبها وانا بدخل شوية. زين، لان العمة هند منشغلة عليك الحقيقة. شوف انت. زين ها
وصلت؟ وصلت خير. بس يقول منشغل بالك علي. وكيف ما تريدي انشغل بالي عليك؟ ما عليه، انت استحمليني هاليومين. انت حتى اليوم نسيت انه كان المفروض نروح نشوف نتيجة الفحص. اوه صحيح، ما عليه، بكرة بروح. بكرة سلام. ايش مضايق لك؟ الماضي يا هند، الماضي اللي ما راضي يتركني. ماضي؟ ماضي ايش؟ ها؟ لا لا ابدا، بعدين بقول لك. بعدين عمي سلام، مطر خال عقيله وصل. وصل؟ وصل وين؟ برا عند الباب، ويقول انك عازمينه على الغداء. بس هو ما قال لي انه عازم حد اليوم. يمكن نسى. الغداء جاهز؟ ثاني عزمت عمري عندك، ايش اسوي؟ مريت عليك المكتب ما لقيتك، اطلع اجيك هني. غدا بلاش. لا مطر، تراني خلاص وصلت حدي، نفذ صبري. ترى قلنا عليك كل شيء بقيمته يا سلولو، وانت عارف هذا الشيء. عمي سلام، يا جماعة الغداء جاهز، تفضلوا. ها سلام، بنتغدى ولا كيف يعني؟ بنتغدى وبعد الغداء بنتفاهم. أنا هذا اليومين مرتاح وسعيد وزارع لخم لواحد صاحبنا، وارتاح لما أشوف شكله وهو محرش ومرتبك. ما هم مسكين هذا الأيام. يتلعث مسك، يتلعث. أخاف يكون صاحبك هذا هو سلام. ما هيش كذاك أنتي؟ قصري حسك، لا تسمعش عقيلة. بس نقول لي لا. بقول ليش؟ بيني وبينش اللي أقصده سلام. اللي بطنه يحيسه هذيل اليومين وما عارف يعني كيف يحل لغز القنبلة الموقوتة. يا خوفي لو عرف. أخاف اللغم اللي زارعنه بينفجر فيك. فال الله ولا فالش. من هذه الناحية ما تشيلي هم. أنا مخطط ومتكتك بطريقة جديدة هذه المرة، لا تخافي. الله يستر. بس عمي حارب، بغيتك في كلمة لو سمحت. هذا المفاجأة اللي قلت لك عنها يا عمي سلام. ما علي يا رشيد، أجل هالموضوع لبعدين، ترى عندنا ضيف لا تنسى. لا لا لا، الضيف ما غريب، يهمني يعرف المفاجأة. ترى ما لبلاش. قول 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 يا ولدي قول. عمي سلام، مثل ما تعرف أنا صار لي فترة أخزن بعض المعلومات عن الشخصيات اللي أعرفها، وكنوع من التمارين لرسم الشخصية. يختصر يا رشيد، أقصد علشان الضيف ما يمل. لا لا يضمعها، ليش يملني ود الحلال؟ يا رس أنا ما عندي شغلة، ما براي شيء. طيب، ومن بين هذه الشخصيات أنت يا عمي سلام، وهذا القرص في تحليل ووصف كامل لشخصيتك. يشرفني اني اهديك اياه عشان تشوفه وتعطينا رايك. زين، بشوفه وبكره برد عليك. ايوه، لكن كان الموضوع هذا ناقص شويه. مطر، صدقني بالمؤكد ان ما حط عنك كل شيء يا سلام. مثل ايش العم مطر؟ يمكن يكون فاتني شيء؟ قول فاتنك اشياء. انا بسالك، حطيت عن ماضي سلام شيء؟ لا بصراحة، لأني ما شفت للماضي أهمية. انتو كنتوا الحالة، كيف الماضي ما شيء أهمية؟ انت كيف تقدر تحكم على واحد ما تعرف ماضيه؟ مطر، العن إبليس وخلي عنك هذه السالفة. عم سلام،
بالعكس كلامه منطقي فعلا. تحليل الشخصية بدون ما تعرف تاريخها ناقص. ناقص وبس؟ قول مشوه. على الأقل تقدر تعرف كيف كان وإيش يسوي وإيش كان يشتغل. مطر زين، بس أنا يعني كيف أعرف ماضي عمي سلام العريق وكيف أوصل له؟ عليك بس، أنا حاضر ومستعد. ريح نفسك أنت، ريح. رشيد، أنا بقول لك عن كل شيء في وقت ثاني. خلينا الحين شوية مع مطر. يلا روح. إن شاء الله حاضر ولا يهمك. فلتقرع طبول الأسرار. سمعني يا مطيران. أنا سمعتش يا بنتي، سمعتش. لكن بعد لو ما يستوى أقول حلوي قال إن عقيلة تقول إنك تطلع من البيت، ما يصير فضيحة قدام رجال. إي والله. لا لا، ما بهذه الطريقة. أنا أريدك تفكر معي إنك تقوله بطريقة ما فيها إحراج. أنت ما تعرف خالي مطر. إذا يقول قولي قولي، يمكن أحصل لش حل في هذه المشكلة. بصراحة خالي مطر اتكالي، أحياناً اتكاليته توصل لدرجة الاستغلال، يعني يأكل ويشرب ويصرف على حساب غيره. من كذاك أنا أشوف هذا حاطنا مال بلاش ومال بلاش ويضحك، يعني مجنون ولا إيش ده؟ لا، وفوق كل هذا طلباته كثيرة، ولما يريد شيء مرة الحجج جاهزة. بصراحة جلسته تخسر. بخيلة طالع على أبوها العسم. ها، إيش قلت؟ أنا أقول يا عقيلة يا بنتي إن في إحراج. أقول حال رجال إن عقيلة ما تريدك، وبعدين يعني لما الله سبحانه وتعالى أكرمك بفلوس تعقي؟ ما يصير. لا تنسي إنه هو اللي رباك. يعني أنا ما ناسية أصلاً. أنا ناوية أساعده بمبلغ حاله وحال أولاده كل شهر، بس إنه يجي ويجلس هنا لا، هذه فيها مصاريف كثيرة. لا تخافي، من هذه الناحية أنا بشوف لك حل، لا تخافي. عمي حارب ترى بيجي وبيسكن عندك، يعني كل مصاريفه عليك انت. انا باغنه للحاجة، ولما اشوف انه ما له اهميه بطفر به. ها عمي حارب ما رديت علي. اعطيني لحد بكره وبشوف لك الحل، بكره وبس. يا بني آدم حاول تفهم. أنا أقول لك تب تب، ما ذاك النساء اللي تعرفه أول أنت؟ أنا غير. سلام، ما لايق عليك هذا الكلام. هذا باين أنك تبت من هذا العز اللي أنت عايش فيه. صدقني صدقني، هاي الفلوس كلها فلوس حلال. أنا جمعت بالحلال، تعبت وتغربت، وهذا البيت اللي تشوفه أنا مستأجرنه، ما بيتي. دين دين دين، بصدقك بس عاد كل شيء بقيمته. ما صدق اللي خدته؟ واللي خدته ايش بيطلع قدام كلمة اقولها عن ماضي قدامهم؟ ايش بتطلع قدام الناس اللي انت طغيت عليهم ولا زالوا عايشين؟ واعرفهم واحد واحد ومستعد ادليهم عليك. يعني ماشي فايدة معك؟ تراني قلت لك كل شيء وله قيمة عندي، ما مالي بلاش. زين، وإذا قلت لك ما بتحصل شيء مني زقوم في نحرك. بقول لك إن ما حد أثقل مني، وما حد أخف من لساني، وما حد أخبث من عقلي، وبتصرف يا راعي الهوش. راعي الهوش، ها؟ لحظة، راعي الهوش يقول لك خذ. راعي الهوش، ها؟ عمي سلام، انت ايش سويت؟ حرب. خليني ازيد يا رشيد. لا لا، اهدى رشيد، اهدى، هد هدنا، خلينا نسعف ونوديه المستشفى بسرعه حالا. اسمعني كلمه وما بزيدها،
إذا ما سددت المبالغ اللي عليك للشركة فأنا مضطر آسفاً إني أقدم كل الشيكات المرتجعة دفعة واحدة. والله عاد أنت اللي بتتورط. هذا آخر كلام عندي. أنا كلامك هذا ما أبي أسمع إلا بكرة. يلا مع السلامة. إيش هذه الحالة؟ أنا ما صرت محامي، صرت محصل ديون. أنا لازم أكلم سلام يتصرف يشوف له صرفة. أيوة عقيلة. إيش؟ سلام ضرب خالك مطر؟ وديته المستشفى؟ يلا 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 يا اخوتي ضرب بلاش. لا يا يهوث مسكين يهوث ما له ما يهوث وقبل اعتم جاي فراسه اكيد مسوت له بقمه مسكينه. تو انا باقي مستغرب هاي السلام كيف يفقد اعصابه ويضربك كيف قول لي. انا هنا ها هنا انا هنا يا مطر مالك الله يهديك. باعتوه السمك ولا لا؟ باعوه سمك باعوه. كم ريال؟ انت في المستشفى تو مالك جالس تهروت الله يهديك. انت في المستشفى لا تقوم تتكلم كلام فاضي. تو تعرفني انا من؟ انا حارب جاي ازورك حارب. ما تشوفني؟ حارب؟ اي حارب. اي حارب انا حارب. يا ريتني ما سمعت شعورك يا حارب. زين الحين كذي راسي انفلق فلقتين ببلاش. ما ببلاش يا الغشيم ما ببلاش. هذه الضربة جات في مصلحتك. الحين تو انت تعرف تقدر ترفع علي قضية وممكن بيدخلوا سجن ويطالبوا بتعويض. مالك الله كيف ببلاش نوبة شيء ببلاش. انا ابغى ارقد ابغى انام. نام ابوي انت نام 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 نام. هذا بعده ما نهى؟ الدكتور قال انه ممكن ينهض الحين. الدكتور قال؟ ايه. ابويا هذا اذا الله سبحانه وتعالى كتب له عمر بينهض. كيف ينهض قولي؟ انا ما ادري هذا 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 سلام كيف يستقبل ضيوفه؟ يعني غداه وبعدين فلق له راسه؟ اما غريبه هذه والله. هي فعلا غريبه ونحن ما نعرف ايش اللي حصل بينهم. والعم سلام ما راضي يتكلم. مع انه جاي يزوره هو موجود برا. ايوه ايوه انا عارفه سلام هذا يقتل القتيل وبعدين يمشي بجنازته. عمي حارب لا تكبر المساله. يمكن خالي مطر غلط في شيء. والله يمكن بينهم شيء قديم فلوس ثأر قديم الله اعلم ما اعرف. عمي حارب كنك تلمح لشيء. لا 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 ابدا. بس احنا بنعرف الحقيقه لما يطلع مطر بالسلامه بنعرف منه كل شيء. ما دبلاش ما دبلاش. رجعت بدون ما اشوفه. وليش رجعت؟ كيف يعني؟ هيقس بعدني اسر عليه؟ انت عارف انا من ايش خايفه. لا تخافي اللي يريد ربك بيصير. يلا روح ننام يلا باكر عندنا موعد يصير. شوف الفحوصات اللي سويناها هذا اهم. لا تسيلي على شيء هم خلاص بكره يصير خير. يلا يلا روح ننام يلا. انزين خبرني ايش صار بعد ما تنبه مطر؟ ما صار شيء. رفض يشتكي على العم سلام. كيف؟ ما رضى. اما غريبه من الاثنين. الاولي يغديه وبعدين يضربه. والثاني ينضرب وما يشتكي. المهم انت ليش طلبتيني الحين؟ انا يا ولدي بغيت اطمن عليك. انا بصراحه ما أمنت تجلس هناك على لا تختلفوا أنت وسلام ويعطيك على راسك. لا تطمني العم سلام ما يتصرف معي بهذا الشكل. أكيد في شيء كبير خلاه يتصرف ذاك التصرف مع الخال مطر. معقولة؟ يا حي الله من زارنا. رشيد يتنازل ويجي يزورنا. أمي
أنا أستأذن الحين يا أمي. أنا بعدني يا ولدي ما شبعت من شوفتك، قد استغدى معنا اليوم؟ ما عليه يا أمي، أنا مستعجل الحين، يمكن مرة ثانية إن شاء الله. إنزين خبرنا علشان نحسب حسابنا المرة الجاية. أمي مع السلامة. شفتي؟ شفتي كيف تجاهلني وما رد علي؟ تراش تعرفي هذا طبع رشيد. لا هو يتعمد يعاملني كذا، لكن ما عليه ما عليه. الظاهر انك مهتمة برشيد. من انا؟ طبعا لا، بس المفروض انه يكلمني مثل ما انا اكلمه ويرد علي على الاقل. لا السالفة ما كذاك يا بنت العسل، وحطك يا رشيد. اشوفك بروحك. سلام، يعني كيف الحين ما بتقول لي؟ بقول لك. زين متى؟ صبري زين شويه، صبري. مثل كل مرة وتعبنا راح الفاضي. زين ليش اجيب لك تربين؟ لا الاول تقول لي. بالعكس يا هند، الدكتور قال في امل. يعني ايش في امل؟ الدكتور قال انا برد عليكم بعد كم من يوم وبخبركم عن الطريقة المناسبة لموضوع الحمل. يعني ايش؟ تراني ما فاهمة شيء. لا تستعجلين يا بنت الراوي، ترى هو الحين سوى لنا مسحوصات وخلصنا، وعلى نتيجة الفحوصات هذه بيخبرنا بطريقة العلاج. والله كريم، بس انت قولي يا رب. يا رب لو سمحتي يا بنت الأجاويد. خير إن شاء الله. الخير في وجهك الكريم. هن 5 ريالات مساعدة عشان البنت عندي مريضة بقى أوصلها المستشفى. صدقيني حاولت إني أسحب من بطاقة الصراف الآلي، لكن للأسف البطاقة سلطتها المكينة. الحين أنا لا بالبطاقة ولا بالفلوس، ومثل ما أنت عارفة البنوك الحين مسكرة، وأنا تراه بقى أوصل لبنية المستشفى. ساعديني الله يخليك بال5 ريالات هذه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله إن شاء الله بساعدك.